أكاديمية مختبر نجاح، دروس، امتحانات، استحقاقات وعلامات. وللتميز التوب 5 محطة أسبوعية بتكرم الطلاب المتفوقين. بالمرتبة الخامسة علي. علي كان عنده تحدي بالبرايم وكان قد التحدي ودخل سباق التميز. شد الهمة يا علي، لأنه حابين نشوفك بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الرابعة رافائيل. رافائيل شاب كله حياة، يعرف كيف يكسب ثقة الأساتذة والجمهور. يلا يا رافائيل، ناطرين منك أكتر. بالمرتبة الثالثة نسيم. نسيم على بعد مرتبتين من الانتصار الكبير مرة جديدة. يا نسيم، اللي داق النجاح مرة ما في شي بيمنعه من الوصول له مرة جديدة. المهم تركيز زيادة. بالمرتبة الثانية مروان. مروان بيعرف قدراته منيح، بس اللي ما بتعرفه يا مروان إنه مجهود أكبر شوي رح يوضعك بالصدارة، وخطوة وحدة بتعمل فرق كتير كبير. خاف الخريف يروح وخرف عتاب التلج، اكبر وانسى الوقت وبعده الحطب أخضر. أما المرتبة الأولى إيهاب. إيهاب عنده كل مقومات النجاح، ولما تخلص من الخوف وصدق موهبته النجاح كان حليفه. ما قدرتش أصبر يوم على بعده، ده الصبر عايز صبر لوحده. ألف مبروك يا إيهاب، انتظرت الربح والليلة أنت الربحان. إذن علي، رافائيل، نسيم، مروان وإيهاب هن الشباب الخمسة اللي تميزوا. وللصبايا منقول شدوا الهمة للأسبوع المقبل.